هو وصمة عار في جبين الإنسانية والعالم إذا بقي متفرجا هكذا. صمت السكين أطفال الحجارة يقولون للعالم وللعروبة كلها: دمنا طوفان يسمع مصلحكم ويسجل الستارة على الوجوه المستعارة. سكتت مدافعكم فتكلمت بأيدينا الحجارة. باسم أطفال الحجارة، باسم المقاتلين، باسم رفقائي في الحزب السوري الأمر الاجتماعي، أشكركم باسم كل التنظيمات والأحزاب، أشكركم على مشاركتكم في هذا الحدث. لكي يرفع الصوت من هنا من أستراليا، وهذا التراث وهذا الهداف سيقوي عزيمة أبناء شعبنا المتجذرين في الأرض الذين ينحرون، وهذا الاحتلال سيرحل سيرحل سيرحل. وشكرا.